تعال معايا، تعال يا اخي. ما بقاش الا القليل. مفيش اخبار عن الافراج؟ انا قريب ان شاء الله. شمشون! صلاح! اكل ملكي. مدام لفاسة حلو في الطبيخ. لفاسة حلو في كل حاجة. يوب يبقى صديقتي وليا كانت عايزينها تلاقي راجل. كانت وليا حلوة وما معهاش غير 10 جنيه. مدتها كنت باخد في الراس 100 جنيه. مدت ايدها وبتديني ال 10 جنيه وبتقول لي بقالة. قلت لا حط فلوسك في جيبي. حرام حرام اخد منها 10 جنيه وداخل عليها عيد. وقتلت الراجل مجانا. لا يا هشام، بتقدر ظروف الناس. على الله بقى القاضي يقدر ظروفي. قاضي الاستئناف يعني ولا ايه؟ لا دي قواضي قتل قديمه غير اللي انا داخل بيها. هي الجلسه امتى؟ 15/6 اللي جاي. تفتكر هاخد اعدام ولا مؤبد؟ طيب ايه رايك بقى انك انت هتطلع براءه؟ ازاي؟ انت مش قلت للولايه خلي فلوسك في جيبك؟ ما هو كان داخل عليها عيد. خلاص كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ولا يا فاروق؟ Thank you.
الله.